تناغمت وتراقصت كلمات الشكر وعبارات التقدير ثناء وفرحا لزهراتنا الجميلات المتفوقات في مدرسة الشهداء واحد حلقة ثانية بنات لهذا العام. ألف ألف مبروك لكنا هذا التفوق والتميز، ونتمنى لكنا دوام التفوق والنجاح. نرحب بكنا في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، والتي تفتح ذراعيها ترحيبا وتهليلا لكنا وتنمية مواهبكنا. صول فا مي ري، أعزفي لحن الحياة وغردي كطائر شده الحنين لوطنه. أعزفي أوتار قانونك وسطري ملحمة للأجيال القادمة. وثقي بكاميرتك أحلى لحظات حياتك وحياة من تحبين. انحتي اسمك بحروف من نور وخلدي نفسك في التاريخ. خذي فرشاتك وارسمي أهدافك وظلليها لتكوني قدوة للأجيال القادمة. سطري بقلمك آيات من القرآن وأبيات من الشعر وحكما وأمثالا من تراثنا. اعتلي خشبة المسرح ووثقي لتاريخ أمتك المجيد، واتركيه تراثا للأجيال القادمة، وبذا تكوني وصلت رسالتك لجمهورك. الآن جاء دور الاسترخاء، البسي ملابسك الأنيقة وخذي فاصلا من الباليه ليزيل عنك ضغوطات الحياة. والآن مع فقرة الفراشات الوردية مقدمة من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.